مرحبا خامس، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. Today we are going to start with our new unit. كلكم جاهزين ومستعدين. This unit is very important. All of thing in this unit is very important. كل شيء بهاي الوحدة مهمة. Reading very important. The grammar very important. So in this unit you have to get me all your attention, all your focusing. يعني بدي تعطيني كل انتباهك وتركيزك، يكون معاي في هاي اليونت وتبع معي أول بأول واسمعني وركز على كل معلومة بحكيها وأنا عم بشرح. So open your student's book on page 28 in our new unit. What is the title of our new unit? What's the title of our new unit? The title of our new unit is Jenna Makes a Friend. Jenna? Who's Jenna? We will see who's Jenna. مين Jenna؟ ما بنعرف، هلا بنشوف. Makes a Friend. خلينا بالعنوان احكي اشي هلا مهم. Makes a Friend. شو يعني Jenna Makes a Friend؟ هلا اول شيء بدي احكي لك المعنى، بعدين بدي تعطيني التنس المستخدم بهذا العنوان. المعنى انها جنى هو اسم لبنت، اسم بنت اسمها جنى. makes a friend، شو يعني makes a friend؟ يعني انشات صداقه، انها عملت علاقه او صداقه. makes a friend يعني انشات صداقه. طيب ليش حطينا makes؟ من وين اجت الاس هاي؟ مع انه الفعل اسمه make. شو اللي خلاني احط هاي الاس للفعل؟ شو الاشي الضروري اللي خلاني اضيف هاي الاس للعنوان للفعل بعد اسم جنى؟ وليش حطيت قبل فريند؟ بدي هاي الاسئله كلها نجاوبها هلا بالعنوان. طيب انا بشرح لك ليش انا حطيت للفعل اس. انا حطيت للفعل اس يا خامس لانه الفاعل عندي شو ماله؟ الفاعل مفرد، جنى شخص واحد، فلما يكون الفاعل مفرد الفعل يأخذ أس أو إي أس، هنا الإي موجودة فيأخذ فقط أس. طيب أي زمن اللي بنحكي عنه هاي القاعدة؟ هاي القاعدة اللي بنحكيها هي قاعدة أي زمن؟ الباست، هاي قاعدة الماضي؟ أكيد لا. زمن الفيوتشر؟ أكيد لا. هاي قاعدة اسمها قاعدة السيمبل بريزنت. شو اسمها؟ سيمبل بريزنت. شو هي سيمبل بريزنت؟ هي المضارع البسيط. شو هي قاعدة المضارع البسيط؟ بشكل سريع جدا، قاعدة المضارع البسيط انه اذا كان السبجكت مفرد، اذا كان الفاعل مفرد، الفعل بعدها يأتي مع اس او اي اس. هنا الفاعل مفرد فأتى الفعل بعدها مع اس. اما اذا كان الفاعل جمع فلا نضع اي شيء الى الفعل. يعني مثلا بنحكي my friends make وليس makes، لأنه my friends جمع، فإذا الاس للفعل تضع فقط إذا كان الفاعل مفرد. طيب خلينا نروح على الإشي الثاني. حطينا a friend، مين يحكي لي ليش حطينا a؟ هلأ أنا أول شيء هذا friend شو هي اسمها؟ صديق. شو معناها صديق؟ طيب صديق اسم ولا فعل؟ أكيد noun. طيب هذا noun شو نوع؟ singular ولا plural؟ شو يعني singular؟ singular يعني مفرد. هل هذا مفرد أم جمع؟ الأكيد هذا singular. singular يعني مفرد، هذا اسم مفرد. طيب الاسم المفرد يأتي قبله a أو an؟ طب امتى بحط قبله a وامتى بحط قبله an؟ نتطلع على أول حرف من الاسم، إذا كان الحرف الأول consonant وليس vowel نضع له a. شو يعني consonant وليس vowel؟ عندي أحرف للvowel. شو هم أحرف الvowel؟ هذول هم أحرف الvowel a e i u او. هدول اسمهم vowels. شو يعني vowels؟ vowels يعني حروف العلة. اذا شفت واحد من هدول حروف العلة اول حرف من الاسم اضع قبله an. طيب الاف واحد من هدول الاحرف؟ لا. that's why I put a، لهذا السبب انا وضعت a وليس an. طيب let's start with the vocabulary of our new unit and our new lesson. Number one is picnic. picnic نقرأها picnic. ننتبه picnic، السي تقرأ اك، احنا بنعرف انه صوت السي اك. اذا picnic. What's the meaning of picnic؟ picnic تعني رحلة.
بيكنيك تعني رحلة. معناها نكتب المعاني على دفترنا بشكل مرتب، خط مرتب على السطر مع معانيهم، ويا ريت بنفس الوقت نكون حافظينهم عن ظهر قلب. ليه؟ لأنه راح نستخدمهم في كل الوحدة وراح نحتاجهم، وأفضل إنك أنت تكون حافظهم بصم. أوكي، نمبر 2 عندك COUSIN، كازن، كازن. That's way we read this word. ما نهجيها حرف حرف ما راح تزبط معنا. This word is cousin. 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 الهنا ال C إك وال S is cousin. Cousin. What's the meaning of cousin? Cousin هو ابن العم أو ابن الخال أو بنت العم أو بنت الخال، نفس الشيء. الكازن هو الأولاد العموم أو أولاد الخال. طيب GRASS، 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 grass. What's the meaning of grass? In the spring season, we feel happy because the grass fell of 50% of Jordan. Of Jordan. إحنا بالفصل الربيع بنشعر بالفرح. ليه؟ لأنه بنحس إنه الجراس عبى بنسبة أكتر من نص الأردن، صارت خضار. فالجراس هو العشب اللي هو بيطلع بيه spring season. Okay, next word is baby. It's very easy. It's baby. What's the meaning of baby? Baby تعني طفل. Glad. What's the meaning of glad? What's the meaning of glad? Glad تعني يعني مبسوط أو يشعر بالفرح. Okay, عندي number 6 is taller. 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 Taller يعني أطول. هلأ راح أحكي لكم بشكل سريع لأن هاي قاعدتها في الوحدة هاي. لما بضيف tall شو هي؟ عبارة عن إيش؟ noun ولا verb ولا adjective؟ tall هي طويل يعني صفة، هي adjective. لما أضيف للصفة er في نهاية الصفة at the end of any adjective, if I add er, what is the grammar that we use here؟ شو القاعدة اللي هنا؟ شو اسمها؟ شو بنسميها لما بضيف للصفة er؟ هلأ بحكي لكم بشكل سريع وأنا بشرح بالدرس. هلأ next one is S-H-O-R-T-E-R shorter. Shorter is a it's the opposite of taller. Shorter, it's the word that opposite of taller. Shorter means أقصر. Youngest هنا we add E-S-T at the end of the adjective. إحنا ضفنا هنا مو E-R في نهاية الصفة، طبعا هاي كمان adjective. ما ضفنا ER في نهاية الصفة، ضفنا EST. EST هاي اسمها superlative، تفضيل. هلا بحكي لك عنها، معناها الأصغر على الإطلاق. Leave. It's a verb. What's the meaning of leave? Leave me alone. When we say that, leave me alone. What's the meaning of leave? Leave يعني يغادر أو يترك. Number 10 is today. Today. What's the meaning of today? Today يعني اليوم. If I, you know it. I'm always ask you what's today. The last one is over. Over. Three يعني over. طيب. Over يعني فوق. طيب. Now we will go to the expressions. We have 3 expressions. All of them are easy. كلهم سهلين. Number 12 is I'm so glad. What's the meaning of I'm so glad? I'm so glad. لما حكينا glad يعني يشعر بالانبساط أو مبسوط أو فرح. إذا I'm so glad يعني فرح جدا. I forgot يعني نسيت. لقد نسيت.
She sure has. هي بالتأكيد فعلت أو امتلكت. فعلت أو امتلكت. Okay, let's start with picture number one. Picture number one. We can see four boys are talking in the picture. Two of them are talking to each other, and the other two boys are looking at the grass and the trees around them. يعني اثنين منهم في الصورة بيحكوا مع بعض واثنين قاعدين بتفرجوا على المناظر وعلى الشجر وعلى العشب حواليهم. Let's read the first bubble. First bubble is I'm so glad we went on a picnic today. Let's take a picture before we leave. Again, I'm so glad. حكينا هاي شو معناها I'm so glad. أنا فرح جدا. We went on a picnic today. إنه إحنا ذهبنا. Went is verb two of what? شو الverb one من went؟ مين بيعرفها يا خامس؟ Bravo. It's a go. Go verb one. ماضيها go. ماضيها went. ذهبنا. إنه أنا كتير مبسوط إنه إحنا رحنا on a picnic today. إلى رحلة اليوم. Picnic يعني رحلة. كتبناها تحت. Today اليوم. Let's take a picture. Let's هي عبارة عن let us. Let هي عبارة عن let زائد us. Take يعني نلتقط. شو يعني take؟ take يعني نلتقط. Okay. A picture. Picture يعني صورة. Before we leave. Before قبل we leave. أن نغادر. قبل أن نذهب أو نغادر. هدول الكلمات اللي أخذناهم في الفوكابيلري موجودين كتبناهم تحت. اللي هم leave. Picnic. Today. I'm so glad. كلهم هدول أخذناهم تحت. فالمفروض نكون حافظهم وعارف معانيهم. Bubble number two is I forgot. Is that your cousin? حكاله I forgot. كمان هاي في exhibitions أخذناها. حكاله أنا نسيت. Is that your cousin? هل هذا your cousin ابن عمك أو ابن خالك؟ بيأشر على ولد منهم. بيحكي له Is that your cousin? هل هذا ابن عمك أو ابن خالك؟ رد عليه حكاله yes they are both my cousins. They are both. شوف شو حكاله yes. وكمان اضاف له معلومة جديدة انهم they are. هاي they are يعني they زائد are. اكتب معي يا خامس يمس حتى لو ما كتبت اكتب معي. هيني بحكي على البطيء وتوقف الفيديو انت ما بدك. They are both الاثنين. شاني both يعني الاثنين مع بعض. My cousins. اثنين شو مالهم؟ الاثنين بيقربوا. الاثنين ولاد خالي ولاد عمي أو ولاد خالي. My cousins. My cousins. The taller. هيها taller. هاي أخذناها برضو. إذن هيك أخذنا وهيك أخذنا taller. The taller one. الشخص الأطول فيهم. Look at these two boys. One of them is taller than the other and this one is shorter than the other. So now they are talking about the taller one. الأطول اللي هو هذا. This one who wears a purple shirt. اللي لابس بلوزة نهدية. حكى له الأطول شو ماله هذا الأطول. One is my cousin حاتم. إذن this one is called حاتم. هذا الأطول اسمه حاتم. And the shorter one الأقصر. طبعا هدول adjective حكينا كلياتهم صح. Is my cousin جمال. إذن الأقصر اسمه ابن عمه اسمه جمال. إذن هذا حاتم وهذا جمال. خلينا نحفظ الأسماء. Picture number two. Hey, hi. They are talking to each other. These two boys are talking to each other. His cousins. هذولا بكونوا أولاد عمه عم بيحكوا عن بعض بسلموا مع بعض. Hey and hi. Next picture, picture number three. One of them says that, "Who's that over there in the grass?" شوف, this is a new person. ظهر عندنا شخص جديد. فسأل هذا الولد صاحبه بيقول له, "Who is that? Who's هي عبارة عن who that is that over there هناك بعيد. Over there يعني هناك بعيد.
in the grass. على وين موجودة هناك؟ موجود البنت على العشب. حكى له grass هو العشب. حكى له that. شوف سأل بذات. who's that؟ جواب بذات. السؤال مرتبط بالجواب. that is برضه that is, means that is my baby cousin. هاي my baby cousin يعني أصغر الأولاد أعمامي أو أولاد خالي. أصغر واحدة my baby cousin الرضيعة أو الطفلة. جنى اسمها جنى. إذن this is جنى. When we ask in the title who's Jenna and all of us didn't know, كلاتنا ما كنا نعرف. Now we all know who's Jenna. This is Jenna. هلا صرنا نعرف كلنا مين Jenna. She is the youngest baby. Oh sorry. Yes. She is the baby cousin for this boy. For this boy. هاي هي الأصغر أولاد أعمامه أو خاله. It's وين وصلنا هلا. My baby cousin Jenna. Yes, she is the youngest of my cousins. She's the youngest of my cousins. هي الأصغر. هاي خدناها برضه بشوي كتبناها. الأصغر من أولاد عمي أو خالي. The last picture says that it looks. انتبهنا هون حطينا looks. It looks. ما حطينا look مع إنه الفعل look. ليش حط looks؟ طيب شو الخلايا أضيف الاس؟ نفس السبب اللي حكيته بالعنوان. أن الفاعل مفرد. الفاعل مفرد. طب مين الات هاي؟ مين تحكي؟ هم عم يحكوا عن إنه الإشي اللي صار، الحدث اللي صار، إنه it's looks like مبين أو واضح. واضح إنه جنى has made a new friend. شوف إنها جنى has made صنعت شو a new friend أو وجدت أو كونت. كلها بتيجي هنا has made. كونت a new friend صديق جديد. إذا صديق is noun, a new is adjective. صديق جديد. فشو زرت علي قال له she sure has. yes بالتأكيد فعلتها. بالتأكيد فعلتها. And that's all for our lesson today. Thank you for your listening. See you tomorrow إن شاء الله. Bye.